بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فيديو النهاردة عن البديهات الداخلي. عندنا بديهات كمان بتساعد على نقصان الوزن، هنشوفها النهاردة. ده غير البراهات، عايز أقول لكم كل أنواع البراهات هنشوفها النهاردة، وكلها بنفس السعر. وطبعا عندنا ما شاء الله لغاية يعني إيه مقاسات كبيرة، هنعرف كل ده داخل الفيديو. ده غير بقى الأندرات اللي هنشوفها النهاردة، كل المقاسات، حاجات تركي وحاجات مصري، كل حاجة بألوانها. ندخل بسرعة نشوف الفيديو، ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناة. بالنسبة للمكان، طبعا احنا النهاردة في مصنع ومكتب نور ستور. نور ستور حريمي ولانجري واطفال. فين بالظبط يا جماعة؟ احنا طبعا في محافظة اسكندرية، تحديدا يعني في العجمي، وده الشارع شارع الهانوفيل الرئيسي، في وش على طول قصر الاويري. تمام، هندخل بقى نعمل الجولة، ما تنسوش بصوا جنبه في صيدلية امنية حلم، هندخل نتفرج، وفي كمان سلطنة الهانوفيل كافيه كده، هندخل نتصور بقى ان شاء الله، ونشوف ايه اهم الحاجات اللي موجوده، ونتوكل على بركه الله. هنبتدي فيديو النهارده، فيديو الكل الداخلي. هنبدا بالبديهات دي، ايه بقى قصتها البديهات دي؟ دي بديهات تركي. بديهات تركي مستورده، بتلبس معانا لحد 85. تمام، بتاخد شكل الجسم معاها برا، بتتشال وتتركب، يعني عايزه تشيليها يعني دي بتغني عن البرا. عن البرا حلو جدا، بتغنيكي عن البرا حلو جدا في الجسم، في اللبس بتلم الجسم جدا. يعني دي اصلا بتلم الجسم، شفتي المشد؟ ايوه، هي نظامها كده، الخامه بتاعتها نظام المشد، بتاخد شكل الجسم. في منها كذا شكل، يعني ده كده جبير، ده الشكل الساده، خالص. ده حراري الأملس. ده جماعة حراري. ده حراري، يعني بياخد شكل الجسم، وفي نفس الوقت تحس ان هو يعرق الواحد، عايز يخس. ايوه، في شكل زي كده، في حاجه زي كده، شغل جوبير من عند الستات، الناس اللي بتحب في حاجه زي كده. كل موديل فيه منه 12 لون. تمام، كام بقى؟ كل موديل فيه منها 12 لون. ده عامله معانا هو جوه ب 75 جنيه البادجت. اي حد هياخد 3 قطع في خصم، اي حد هياخد 6 قطع في خصم بعد تاني. ايوه جنيه. حلو جدا، يعني في خصم للي هياخد منه كميه. تمام، عندنا بصوا بقى بروهات للعرايس، عندنا خرجوا بقى حاجه زي كده، علي كده مع موسف عشان نشوف شكله. تمام، ادي كده اول برا. اللي عندك لغايه مقاسات كام مثلا؟ لا دي بصي 56 لغايه مقاس 56. بصوا الشكل ده، الشكل البرا ورقتها. تمام، حاجه زي كده، ده الدانتيل. تمام، تشكيل البراهات لاي عروسه حلوه دي برده. التشكيل دي ايوه زي كده تركي، دي ايه برو برضو. بصوا شكلها برضو رياضي اهي، رياضي صفر زرايا. تمام، في حاجه زي كده، هنعرف بقى الاسعار بتاعتها ولا؟ ايوه طبعا. تمام، اقول لك سعر البروات كلها دي تلبس معاكي لحد 56. بصي رسمتها تحفه، في حاجه زي كده كلها قبض، وفي العادي، في التركي، ده التركي اهو. تمام، التركي ده ايوه، دي شغل قب كبير، تلبسه لحد 56 لغايه 56. ايوه، بصي حاجه سيمبل خالص. بصوا الجميله دي كمان، دي تحفه. ايوه، بصي في اللبس اصلا، شوفي شكلها عامل ازاي. تمام، في طقم زي على بعضه كده بالاندر بتاعه، طقم بالاندر. بكام بقى؟ مش هتقول لنا الاسعار؟ لا ليه؟ مفاجاه ولا ايه؟ كده في الاخر الناس كلها عارفه اسعار البراهات دي بره كام. ايوه، القبات دي بره عارفين. في برضو حاجات بالشكل ده. تمام، حاجه زي كده. ايوه يا جماعه، الشغل والله متكلف عليه فعلا، الشغل ده مستورد، الشغل ده مستورد. اي برا عندي مستورده. بصي دي جديده جدا، شكلها جديد فعلا. تمام، حاجه زي كده زي ما قلنا، في لغايه مقاس 56 في البراهو، حاجه كده، حاجه كده. بصوا يا جماعه، اسعار القبضات كلها، البراهات كلها بلا استثناء 50 جنيه اي براهو. هتاخد نص دست على بعضها، هيتعمل لها خاص. تمام، هتشكل، هيتعمل لها خاص. ست تركي رياضي، بقول رياضي بكام؟ 50 جنيه. يعني اي برو في المحل 50 جنيه، مهما كبر مقاسها. مهما كبر مقاسها ما شاء الله. ده كمان لو خدتي سته يتعمل لك خصم فوق الخصم. حلو قوي. بصوا بقى يا جماعه، هنبتدي كمان بالاندرات. اندرات العرايس قطن 100% يا جماعه، الشغل كله مستورد. تمام، مقاسات
نعمل عليه كمان الرسومات الرقيقه دي حاجه كده اهي. طبعا ام يوسف دايما بتفاجئنا بالاسعار. بصوا الشكل ده. كل دي عرايسي. اه قماشتها ايه دي؟ قطن. قسم بالله قطن 100%. شايفه؟ اه قطن في 100%. تمام. ده قطن برضو؟ حتى الدانتيلا، دانتيلا من قدام قطن من ورا. جميل. ايوه ده كمان. المقاسات بقى عندك لغايه كام؟ عند الحد 120 كيلو. لغايه 120 كيلو. زي ما احنا شايفين بصراحه شكلهم مختلف. اي اندر عندي 25 جنيه. اي اندر من دول؟ لحد 120 كيلو. يعني اي مقاس بنفس الثمن؟ ايوه. وعندي حاجات ب 15 جنيه هفرجك عليها برضو. بيبقى جاي كده دي سبتاته تركي. ده كل بصي عامل ازاي؟ اه ده ب 25 ده ولا ايه؟ 25 برضه التركي ده. في منه الوان؟ في منه الوان. طبعا اهي اتقست زي ما احنا شايفينها الالوان اهي. عندنا الوان الفواتح وعندنا الوان الفواتح برضه، وفي الوان ثانيه بقى غوامق. كل الالوان موجوده في الدسم. ايوه اه بفتح كده ادي لون، ادي لون، ادي لون تاني، ادي لون، ايوه ادي لون. هنبص اليمه الثانيه ادي لون، ادي لون. كل الالوان بتاعت الدسته بتبقى موجوده. يبقى الواحد ب 25. طب لو عروسه جت خدت مثلا دسته او حاجه هتعملها خصم؟ خصم. مش هتصدق اصلا سعر الدسته ساعتها هيقف عليها كام. ماشي. اغلى دسته عندي ساعتها هتقف 260 جنيه عليك. تمام. يعني هيتعملها خصم 60 جنيه طبعا. ده 25 جنيه كل المقاسات، كل المقاسات. في تاني عندك يا ايه؟ رسومات ياما جدا وحاجات. ده رسومات السبعة ده حلو قوي. اه تعالى نشوفه برضه. بص ده يا جماعة. تمام. تعالي رسومات كده. ده برضه أشكال الرقيقة. ألوان يا جماعة. ألوان أهو. ما نزعلش حد. حاجة أسماء. أهو. ألوان تحفة والله. أبيض وبصوا. الاسود ده بتاعته كوشيا. كل الوانه موجوده. ده رقيق قوي يعني. بصوا عليه حاجات رقيقه ازاي. لا عندي 10 دسات. 10 دسات كل موديل كده 10 رسومات. اه يا سلام. حاجات دي تلبس معاكي محيرات وانسه. محيرات وانسه. حلوه قوي. بصوا بقى ده شكل تاني بقى، حاجات تانيه دي الناس اللي بتحب الجبير. طبعا زي ما قلنا الدس ده في قطن. ده كل الشغل كله قطن. ما تخافيش. تمام. ده مقاساته كبيرة. شغل جوبيه. ادي الوانه بقى. ولو حد عايز مثلا ياخد نص دستة من ده وتشكلي عادي. عادي. لو عايز بالقطعة تشكله عادي. مفيش مشاكل. عروسة بتشكل دستة على بعضها. كده احنا شفنا الاندرات. في حاجات بقى فيها دانتيل او حاجه. بصوا يا جماعه في حاجات زي كده اللي هي اللي تقوم على بعضها بقى بكام؟ دي برا تركي بكام؟ 50. تمام. في اندر 15. 15. تمام. هنشوف بقى الحاجات اللي ب 15ات كمان. بصوا يا جماعه دول عليهم عرض. ده مقاساتهم كبيره ولا صغيره؟ كبيره. كبيره. ادي الوانهم اهو. في ده الليموني وفي اللي هو بصوا ده ورينا ده كده. بصوا ده يا جماعه اللي عليه بابا نويل اهو. ده ب 15. تمام 15. ده بقى حاجات ثانيه بقى بكام؟ 15 برضه ولا ايه؟ 25. 25. ان شاء الله.
الله ان شاء الله ما عندناش حاجه خلصانه باذن الله. بصوا حاجات كتيره قوي وموديلات كتير عشان انتوا بتجهزوا العرايس. ايوه جميل. اي حاجه خاصه بجهاز العروسه بتكون عندنا في الصيف او في الشتاء. حلو جدا. الحمد لله الموسم على طول شغالين صيفي فيه. تمام. مش ان احنا مثلا عايزين نصفي. متشكرين ليك يا ام يوسف. يا رب الفيديو يكون عجبكم. زي ما قلنا في شحن لاي مكان. نتمنى من حضراتكم الدعوه الحلوه واللايك والاشتراك في القناه. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.